بسم الله ما شاء الله. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناه وصفه الاحلام. غتحضروا معايا ان شاء الله هذه الوصفه هذه ديال الدنجال، كتجي غزاله، المذاق ديالها غزال، الطريقه ديالها صحيه لذيذه، يعني طريقه بسيطه نقدروا نحضروا هذه الوصفه هذه. هذا الدنجال هذا راه كيجي غزال، كنقدموه يا اما كنقدموه مع الحوت، يا اما كنقدموه في مرافق لاي نوع ديال اللحوم، حتى في المناسبات نقدروا نحطوه في طبيصلات. يعني كنحطو كل واحد كنحطو ليه نص دنجاله بحال هكا، راه كيعطي واحد المنظر، وفي نفس الوقت المذاق ديالو رائع، وكيجي يعني تيجي مغاير على الطرق اللي كنقدمو بها الدنجال. وفي نفس الوقت ما كيبقى لنا صالح في الثلاجه، يعني ممكن نحضرو تيبقى لنا حتى 3 ايام في الثلاجه، وكل نهار كنحطو منه شويه لوليداتنا اولا الضيوف ديالنا. راه كيجي غزال غزال بزاف. غنخليكم دابا مع المقادير والطريقه كيفاش تحضروا هذا الدنجال. بالنسبه للمقادير غادي نحتاج انا عندي هنايا الدنجال، الكميه اللي بغيتو، وبغيتو ديروا الدنجال كيكون كبير بغيتو صغير الاختيار لكم طبعا. المهم الدنجال تيكون شويه طري. غادي نحتاجو معاه، غادي نبداو في الفله الحاره حتى هي كنضيفوها كتجي حتى هي زوينه كتعطي منظر، في نفس الوقت راه الناس يبغيوها كتجي غزاله. هنايا هادو هما المكونات كبدايه باش غادي المكونات الاساسيه. دابا غادي ندوزو غادي نقطعو هاد الدنجال ديالنا بهذه الطريقه هذه. كنحاول كنقطع ليه هنايا، كنقطع ليه الراس هذا، كنخليه غير شويه، ما كنخليش هاد العود ديالو كامل طويل. وهنايا كنحيد هاد الجنيبات هادو، وكنخليه ما كنحيدش الراس كامل، اللي كنحيد غير الجوين هادشي اللي زايد غير زياده. كطبيعة الحال كنكونو غسلناه ونشفناه من الماء صافي. دابا شنو غنديروا ليه؟ غتبقى حاجه وحده، حيدنا ليه الزوائد، كنقطعوه من الوسط بهذه الطريقه، كنبداو من الاسفل حتى للراس ديالو بهذه الطريقه هذه. نفس الطريقه غادي نستمر بها، غادي نقطع بها الدنجال ديالي كامل. كما كتشوفوا الراس ديالنا خاصو يبقى مجموع باش ما يتحلش. نكمل التقطاع ديال الدنجال. دابا الطريقه كيفاش غادي نطيبو؟ كي انا غادي خديت هنا كسكاس، غادي نبخر هاد الدنجال. نتوما لكم الاختيار، يا اما تبخروه ويا اما تسلقوه. غير هو الا سلقتوه راه خاصو ملي كيتسالي السليق راه خاصكم تخليوه في شي شبيكه باش يتصفى من الماء ديالو. اما الا بخرتوه راه كتستعمليه وتستعملوه مباشره. نتوما لكم الاختيار كما قلت لكم، اللي بغات تبخرو تبخرو، واللي بغات تسلقو تسلقو. انا سمعت هاد الفلفلات الحاره حتى هما غادي نديرهم هنا يتبخروا معاه. بغيتو تزيدو شي دروسه ديال الثومه تزيدوه. دابا غادي نديرو يتبخر حتى كيطيب. الوقت ديال التبخر طبعا نتوما راه كتقلبوا كيبان لكم طاب وكتحيدوا. دابا غادي ندوزو للشرموله اللي غادي نرافقوا بها هاد الدنجال. غادي نحتاج اول حاجه عندي هنايا قزبور ومعدنوس والثومه. الثومه شديتها دقيتها مع الملحه، ومن بعد عاد زدت ليها قزبور ومعدنوس ودقيتهم الطريقه العاديه اللي كنديروا الشرموله ديال الحوت بنفس الطريقه. غادي نحتاجو زيت الزيتون، كميه ديال زيت الزيتون. بغيتو ديروا زيت المائده ديروها، ولكن زيت الزيتون طبعا راه احسن. هنايا عصير ديال الحامضه وحده. التوابل اللي غادي نحتاجو هنايا عندي كمون، عندي تحميره او الشونيه، عندي شويه ديال السودانيه، وشويه ديال قزبر حبوب. وبغيتو تضيفوا زعتر او اضافات اخرى ممكن تضيفوها. الملحه راكم عارفين ما درتش الملحه هنا، لاني دقيت مع القزبر ومعدنوس دقيت معاهم الملح. غادي نخلط دابا المكونات ديالي كما قلت لكم كما الشرموله العاديه اللي كنديروا. هنا غادي نضيف الحامض، العطريه، وزيت الزيتون اللي غادي تخلط لينا هاد المكونات صافي. وكنخلطوها بهكا، وها هي الشرموله ديالنا واجده. الدنجال ديالنا ها هو طاب. غادي نحيدو في الجنب، وغادي نجيب الطاوه اللي غادي نحتاج الفران، لان الدنجال كيطيب في الفران كنبخرو ومن بعد كيطيب شويه في الفران. انا غندهن هاد الطاوه ديالي، ندهنها بواحد شويه ديال الزيت. انا غير زيت المائده باش دهنتها صافي. بهذه الطريقه ممكن تستعملوا ورق المطبخ. غادي نشد هاد الدنجال ديالي وكنستفو في الطاوه
الطريقه كما قلت لكم. كميه الباذنجان نتوما اللي كتحكموا فيها، كميه الباذنجان الاختياريه. انا عندي هنايا كيلو ديال الباذنجان صافي، عمرت ليا هاد الطاوه هادي. دابا غادي ناخذ الشرموله اللي خلطنا، كنبداو ندهنوا بها الباذنجان بهاد الطريقه. كنغطيو الباذنجان بهاد الشرموله هادي باش كيجي داك الباذنجان زوين. كنغطيو بهاد الشرموله هادي باش فاش كندخلو للفران يعني داك الباذنجان كامله، هاديك نص الباذنجان كتشرب، هاديك هبط لهاديك التوابل وكتشرب المذاق ديال الشرموله. كما قلت لكم هادي شرموله ديال الحوت عاديه. الفران دابا راه درتو على كيسخن قبل ما نبدا نستف هاد الباذنجان، درتو كيسخن. بعد غادي ندخلو، من بعد ما يسخن غادي ندخل الباذنجان واحد تقريبا واحد 8 دقائق حتى 10 دقائق، لان الباذنجان طايب وشرموله يعني ما كتحتاجش طيب بزاف، غير باش ياخذ الباذنجان هذيك النكهه ديال الشرموله. بهذه الطريقه صافي انا استمرت كنسالي ونوريه لكم ملي نخرجوا من الفران. الباذنجان ديالنا بعد ما خرجها من الفران ها نتوما كتشوفوا الشكل ديالو كيجي، كيجي زوين وكيجي ساهل، وفي نفس الوقت المذاق ديالو رائع، كيجي بديك النكهه ديال الشرموله ديال الحوت كيجي زوين بزاف. كنتمنى يعجبكم وتجربوه وتردوا لي في الكومنتار كيفاش جاتكم هذه الطريقه ديال الباذنجان. ما تنساوش تشتركوا في القناه وكذلك تنضموا المجموعه ديالنا في الفيسبوك. بالنسبه للناس الجداد في امان الله.